أهلا بكم مشاهدينا إلى عدد جديد من برنامج مع الحدث. سنناقش في هذا العدد قرار فتح باب الاستيراد أمام المتعاملين الاقتصاديين، حيث شمل القرار كافة المواد التي تعرف نقص في السوق الوطنية. وفي هذا السياق أيضا، كشفت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن منصة رقمية جديدة لاستخراج شهادات إثبات الاحترام المطلوبة في ممارسة نشاط الاستيراد أو أقول استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة. وستدخل هذه الخدمة حيز التنفيذ في الفاتح من نوفمبر القادم على مستوى كل مديريتها. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أسعد باستضافة كل من الخبير الاقتصادي إدير ساسي. مرحبا بك سيدي، وشكرا لقبول هذه الدعوة. مرحبا، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. كما سيكون معنا عبر الهاتف كل من رئيس لجنة المستوردين بالجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين أمين بن زروق. مرحبا بك سيدي. شكرا لقبول هذه الدعوة. كما سيكون معنا مولود بالقاسم مستورد. مرحبا بك سيدي. مرحبا أستاذ إيمان، نشكرك على الاستضافة. شكرا لقبول هذه الدعوة. في البداية بك سيد ساسي، الحكومة تقرر فتح باب الاستيراد أمام المتعاملين الاقتصاديين بعد قرابة سنتين من ضبطه، ما مدى أهمية هذا القرار؟ هذا قرار مهم جدا لأنه كان منتظر، ولكن يعني بين قوسين بالنسبة للشكليات، أنا شخصيا ما زال ما شفتش الإعلان الرسمي من الهيئة المعنية عبر بيان رسمي، يعني وزارة التجارة أو يعني الوزارة الأولى. فشفناها يعني نظن أنه التكلم على المنصة الرقمية وهذا التغير ممكن، يعني أنه فيه مراجعة بالنسبة لتوقيف الاستيراد. هذا مهم جدا لأن كلنا شفنا يعني كل شرائح، نتكلم على شرائح المجتمع لأنه فيه شفنا كلنا المشاكل الاجتماعية اللي دخلوا فيها شرائح يعني من المواطنين الجزائريين، ولكن فيه أيضا المستثمرين لأنه كان فيه توقيف لبعض ليزانترون في بعض الصناعات، كانت فيه بعض التذبذبات بالنسبة لمعظم الشرائح، يعني كان فيه الاقتصاد عموما يعني كان متوقف بانتظار ماذا سيحدث بالنسبة للاستيراد أو عدم الاستيراد. أنا أظن أن قضية الاستيراد أو عدم الاستيراد هي ما تقدرش تكون في بلدنا مسألة جوهرية. المسألة الجوهرية في بلادنا هي مسألة الاستثمار والإنتاج والتصدير. هذا هو الجوهر. إذا قررنا ننتجه وباش ننتجه لازمنا ممكن نوقفوا مادة ما، ولا نصدروا، ولا نعملوا اتفاق ما، هذا ما يكون إلا محور يعني جانبي إلى المحور وهو الإنتاج. فاليوم لازمنا نتكلم على الإنتاج وليس التصدير أو الاستيراد، لأنه اليوم لحقنا إلى ما نقدرش نقول انفجار، ولكن في المستوى الاجتماعي كاين فيه ضغط على المواطن الجزائري على كل المستويات. فالوكالات الدولية تتكلم على ركود في 2024 القادم، لأن الاقتصاد لحقنا إلى نهاية مرحلة اللي هي نوقف الاستيراد كي نشجع الاستثمار المحلي. الاستثمار ولكن تشجيع الإنتاج المحلي. سنعود إلى تشجيع الإنتاج المحلي، لكن نستمع فقط إلى رأي السيد أمين بن زروق. القرار الذي خص بفتح باب الاستيراد شمل كل من الموز، الأواني المنزلية، العقاقير، الخردوات ومواد تجميل، الملابس والأحذية. لماذا هذه المواد دون أخرى؟ نعود إلى السيد أمين بن زروق. فقط نذهب إلى السيد مولود بالقاسم مستورد، نتحدث عن القرار الاستيراد، أنتم من بين المعنيين بهذا القرار، هل استلمتم وثيقة التوطين البنكي الخاصة بالاستيراد؟ يعني يا توت اون بروسيدور دي امبورطاسيون اللي لازم المستورد
بريد يقوم في المنصة تاع أجاكس، يقوم بعدة عمليات باش يقدر يستورد المنتوج هذاك. أولا استقبل عطاونا موافقات لطلبات الاستيراد، وهالطلبات هادو ما احنا عندنا أكثر من 6 أشهر اللي حطيناهم في هذه المنصة من المنصة. سيد مولود بالقاسم، سنعود إلى هذه النقطة بعد حين، لكن نستمع فقط إلى رأي سيد أمين بن زروق. نتحدث عن المواد التي تم فتح باب الاستيراد لها، وهي تشمل كل من الموز، الأواني المنزلية وغيرها. لماذا هذه المواد دون أخرى؟ نقطة برك، أنا ما كنتش نسمع في التدخل تاع الإخوة. نعم تفضل. بقى السؤال على كل حال، هذا بغض النظر عن الموز اللي كان جاء من قبل، هذه المواد رغم تقريبا سنتين ما مش موجودين في السوق. تقريبا من اللي بدا غلق الاستيراد، مواد التجميل، الأدوات المنزلية ما دخلتش وما عطاهمش رخص باش يجيبوا البضاعة. وما ركزوا عليهم، فيه نقص كبير وفادح وتقريبا غير موجودين. مواد التجميل تقدر تقولي من أوت 2001 سحبوا منهم الرخص الاستباقية هذيك للأوتوريزاسيون بريال، من هذاك الوقت ما قدروش يجيبوا مواد التجميل إلى يومنا هذا. نعم، نعود إلى سيد ساسي، خبير اقتصادي بفتح المنصة الرقمية الجديدة التي تخص استخراج شهادات إثبات الاحترام المطلوبة في ممارسة نشاط الاستيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحال، والتي سيتم إطلاقها في 15 أكتوبر الجاري. ربما ما الهدف من هذه المنصة؟ هي الرقمنة، وكيف ستساعد ربما المستوردين في الاستيراد؟ هي الرقمنة، هي معلوم أن الرقمنة هي أداة للسرعة، أداة للشفافية، أداة لتأمين يعني عملية ما. ولكن الرقمنة توفر لنا هذه العوامل، ولكن لازم تطابق مع إجراءات إدارية وقانونية. لما تكون إعلان على رقمنة إجراءات ما، نتمنى نشوف ما هو الإجراء. من يقرر على ماذا؟ هل فيه لجنة تقرر؟ هل فيه مسؤول يقرر؟ هل فيه لوغاريتمية ألغوريتم ممكن لشفافية أكثر؟ لأن ننزعوها ليد الإنسان يعني راح نوفر شفافية كبيرة. فإحنا أنا شخصيا لا أدري كيف تعمل هذه المنصة. عموما الرقمنة اليوم في الجزائر رانا نشوفوها، شفنا الضرائب مشات للرقمنة الأسبوع اللي فات. رقمنة في الجزائر بإنفرادية ممكن تكون تسبب بعض المشاكل بالنسبة للسايبر سيكوريتي. اليوم ما عندناش داتا سنتر، لازم نمشيو إلى داتا سنتر، لأنه البيانات الشخصية للمواطنين حتى البيانات المالية وستاتيستيك هي داخلة في الأمن الوطني. فمنصات هذه لازم يكون وضوح وشفافية. فاليوم لما مثلا تكون منصة وما عندناش رقم أخضر مع من نتكلموا، لما نعملوا مشاريع وما كانش فيه مساءلة أصحاب المصلحة وما كانش اتصال بيداغوجية رقمية، لازم تكون فيه بيداغوجيا نفهم الناس حتى تنجح هذا الرقمنة. اليوم ما عندناش مع من نتكلموا، فالناس دوك تولي تقول لك الرقمنة ماهيش مليحة، علما أنه الرقمنة هو الحل اليوم للبيروقراطية. تفضلي. فنتمناو أنه يكلموا الناس، يقولوا وشنو هذا الإجراء، واش رقمنه، لأن عرفنا كلنا أن ألجاكس ليست مسؤولة على الاستيراد اليوم، ألجاكس مسؤولة على التصدير، فهما مصالح وزارة التجارة. من هم هذه المصالح؟ ما هي الإجراءات؟ ما هي المعايير؟ نتمناو أنه يكلموا المواطنين ويكون رقم أخضر للتساؤل، كما كان يقول الشخص الكريم المستورد مولود، سيد مولود. شبكات الإمداد لبلد كبير كما الجزائر شيء مهم جدا، لأنه لما توقف عمل ما، شبكة الإمداد ديالك تتوقف. لما متعامل عنده 400 عامل
كإمداد في الوطن، لماذا ما راحش تصنعها مثلا، ولا ممكن راح تصنعها في السنوات القادمة إلى آخره؟ توقف الإمداد هذاك راح يكون فيه مضاربة، راح يكون فيه أزمة. فلازم عقلانية. الارتجالية في تمديد المواد الأولية للمواطنين وللمصنعين وللمستشفيات إلى آخره، هذا يدخل في الأمن القومي. نعود إليك سيد مولود بالقاسم، تحدثت عن مدة شهر التي تتعلق بوثيقة التوطين البنكي أقول، هل مدة شهر لاستيفاء جميع إجراءات الاستيراد كافية كمتعامل اقتصادي لتنفيذ جميع إجراءات الاستيراد في رأيك؟ لا، هي غير كافيه كما سبق وان قلت، لانه البنك حنا كنروحوا ندوا لا دوميسيلياسيون بونكير، كاين بري دوميسيلياسيون ومن بعد كاين توطين بنكي. دونك الاجراءات، اولا البنك يقول لك استوفي كاع الملف وكاع الاجراءات، لازم تصلوا بالفورنيسور بالمورد في البلد المنشا باش يجيب لنا مثلا كما قلت لك سيرتيفيكات دو ليب كوميرسياليزاسيون دو كونفورميتي اكسيتيرا، دو باش نجيبوهم. دونك حنا هاد الدوسي باش يوجد وباش المصنع يبدا، باسكو حنا سي سور كوموند، كنديروا لا كوموند في المصنع باش يوجد لنا سلعه ويبعثها، سي شهر سي تري ريستخان، ما نقدروش ما تساعدناش. هذه هي العباره. نعم، نعود إليك سيد بن زروق فيما يخص المواد المستوردة. القرار يستثني المواد المنتجة محليا والتي تم تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، هل نلمس إرادة في المحافظة على المنتوج المحلي دون إحداث ندرة؟ أنا نشوف باللي المنافسة هي اللي تخلي المنتوج الوطني يرقى لمستويات عالية. يعني نقدروا احنا نحمي المنتوج الوطني بالضريبة على الاستيراد، ولكن لنا نقول السوق ونخلوه هو راح يتصرف. والشيء هذا قالوا من قبل، انا وزير التجارة، كان الناس اللي استغلوا الفرصة تاع غياب المنتوج الأجنبي ورجعوها في الرداءة وفي السعر. يعني من المفروض المنافسة إيه، علاش نحموه المنتوج الوطني؟ نحموه بضرائب، نحموه كما داروا هذيك اللي كاينين تاكس لا دافس يعيطونها، بصح باش نغلقوا ونخلوه وحده؟ وانا نظن وكاين يعني يوميا نحن نشوفوا في عينات غير لائقة في منتوجات ما ترقاش المستوى المنتوج المطلوب. لكن غلق وخله وحده وراح تصير كارثة كما المرة الأولى. سيد أمين بن زروق، من بين المواد، كسؤال نسائي فقط، من بين المواد التي لمسها القرار هي مواد التجميل، كانت قد عرفت ارتفاعا رهيبا في الأسعار، هل سيساهم هذا الإجراء في ضبطها؟ أكيد الوفرة نتصارحوا، ما نخبوش حنا درك، حنا نهضروا كمهنيين. يعني البضاعة اللي راهي تدخل في مواد التجميل حاليا أي تدخل مهربة، تدخل بطرق ملتوية، السعر تاعها راح بالك 5 مرات 6 مرات. نعطيك على سبيل المثال، وأنت مرأة وتعرفي ريسيل اللي كان يدير 200 دينار راه يدير 700 و800 و900 دينار. يعني وباش نقولوا من الاولويات، نعم مواد التجميل من الاولويات. هي المعقول الجزائريه تاع 2003 تقدر تستغنى على مواد التجميل؟ مستحيل. يعني انا نظن الوفره راح ترجع للامور لمجراها الطبيعي، والتاجر يعني التاجر الشيء اللي راح يردع الوحيد واللي راح الردع والعقاب هو تاعه والمنافس تاعه. نعم، المنافسه والوفره. نعود إلى السيد ساسي فقط. سيد بن زروق، نتحدث سيد ساسي أيضا عن إنشاء مجلس الأعلى لضبط الواردات، والذي ربما ماذا سيكون دور هذا المجلس أمام هذه المعطيات الجديدة؟ أنا نظن فيه يعني لازم بسرعة نوقفوا، يعني من لازم فيه يكون تنسيق، لازم بيداغوجية في العمل. فالتنسيق شيء مهم جدا. لما نقروا أن نمدوا وثيقة لتوطين مواد ما، لازم ننسقوا مع البنوك، لازم نسألوا المستوردين،
كفيه بيداغوجيه. واليوم العالم راهو في تسارع، رانا عايشين في عالم خطير. تكلمتي على المواد التجميل، نعم. في السورسينج، في الاستيراد، لما تضيع امكانيات التوريد تاعك، علما انه الخاص يورد بطريقه سريعه وافيكاس لانه يعمل بطريقه اسرع، المؤسسات العموميه عندها بروسيس الى اخره. احنا ضيعنا هذا الميكانيزمات في شركات عالميه اليوم في هذا المجال، عندها عمال، عندها حتى مشاريع لمصانع في الجزائر، نعم. توقفت منذ سنتين وهي تنتظر، وفيه تضخم إلى آخره. فالكلمة اللي حبيت نقولها أنه التنسيق والبيداغوجية والارتجالية ما تنفع حتى واحد. شكرا لك سيد ساسي على كل هذه التفاصيل. كما نشكر كل من السيد أمين بن زروق رئيس لجنة المستوردين بالجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، شكرا لك سيدي. شكرا لك. كما نشكر كل من المولود بالقاسم مستورد كش، شكرا على كل هذه التفاصيل. شكرا أستاذ، شكرا. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام الجزء الأول من برنامج مع الحدث، فاصل ونواصل. عودة مجددا مشاهدينا لاستكمال النقاش في هذا الجزء الثاني من برنامج مع الحدث. نتناول موضوع خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي وأهم الإجراءات التي جاءت بها الوزارة، حيث تم الإعلان اليوم عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية منحتي التي ترمي إلى رقمنة التعاملات بين الطلبة والإدارة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نسعد باستضافة السيد عبد الجبار داودي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. مرحبا بك سيدي. شكرا سيدتي الكريمة على هذه الاستضافة. شكرا لقبول هذه الدعوة. في البداية سيد عبد الجبار، اليوم تم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية منحتي، لو تعطينا أكثر تفاصيل عليها. بالفعل اليوم من خلال الندوة الوطنية للجامعات وخلال إشرافها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جعل أو وضع حيز الخدمة منصة إلكترونية لفائدة الطلبة سميت بمنحتي. هذه المنصة خاصة فقط بالمنحة لتكون آخر عملية لرقمنة جميع خدمات التي يوفرها الديوان الوطني للخدمات الجامعية تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إذن الهدف وهو الاستغناء عن الطابع المادي، أي الطابع الورقي للملف الذي كان يشكل عائقا أمام الطلبة، خاصة وأنه كان يأخذ وقت كبير وكان يجهد الطلبة حتى يوضعوا ملفاتهم في لدى المصالح المختصة في مختلف الإقامات المتوزعة على مختلف أرجاء الوطن. اليوم هذه المنصة راح تمكن الطلبة بطريقة سلسة وكذلك آمنة من إيداع طلبات الاستفادة من المنحة بطريقة رقمية وكذلك بطريقة عن بعد. إذن استمرارا لعملية الرقمنة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كان بحوزتنا 46 منصة رقمية، نعم. مقسمة ما بين 42 منصة للجانب البيداغوجي وأربع منصات للجانب الخدماتي. اليوم تمت إضافة منصة أخرى لتصبح المنصات المخصصة للجانب الخدماتي لفائدة الطلبة، تصبح خمس منصات. ولن تتوقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وضع الحلول التقنية أو التطبيقات الإلكترونية لمساعدة أو لتسهيل حياة اليومية للطلبة داخل أولا داخل الإقامات الجامعية، داخل مديريات الخدمات الجامعية، داخل المدن الجامعية، داخل مختلف الأقطاب الجامعية. هذا يدخل ضمن إطار التزامات السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون القضية بتسهيل وتوفير المناخ الملائم للطلبة لتلقن المعارف وكذلك العلوم، حتى يكون هذا الطالب اللي هو على بعد سنوات ليصبح إطارا من إطارات الأمة، ليزود مختلف المؤسسات العمومية وحتى الإدارات وحتى المؤسسات الخاصة بالكفاءة اللازمة لجعل من بلدنا بلدا رائدا في مختلف المجالات. إذن وزارة التعليم العالي من خلال وضع هذه المنصة
تكثف مجهوداتها لتسهيل وتوفير الظروف الحسنة للطلبة وتكفل الأحسن خاصة بالطالب، خاصة أنه كان منذ أسبوعين أقر السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رفع المنحة من 1600 دينار جزائري إلى 2000 دينار جزائري بنسبة تقدر 54%، خاصة وإننا نعلم سيدتي الكريمة أن هذه الزيادة آخر زيادة مست هذه المنحة كانت منذ 14 سنة، شيء مكتسب ويعكس الاهتمام الذي يوليه السيد الرئيس لفئة الطلبات خاصة. وكذلك السيد الوزير أعلن صباحة اليوم أنه راح المنحة سوف تصب شهريا بعدما كانت تصب من 3 أشهر إلى 3 أشهر في يوم واحد موحد على كامل القطر الوطني، ألا وهو كل 18 من أي كل شهر سوف يكون تاريخ صب المنحة لصالح الطلبة. فيه إجراءات أخرى في الجانب الإطعام وتكفل حسن، نعمل جاهدين ونحن في على نعمل، وهذا شيء حصري لقناتكم أنه نعمل اليوم على تطوير منظومة تسمح للطلبة حتى وإن لم يتوفروا على المال الكافي لشراء تذكيرات الوجبات. هذه المنظومة اللي راح نضعها حيز الخدمة في خلال أسبوعين القادمين إن شاء الله تمكن الطلبة من تناول الوجبات سواء وجبة الفطور أو الغداء أو العشاء، وتقتطع بطريقة آلية في نهاية الشهر. إذن سوف نعلن بعد أيام على هذه المنظومة الجديدة، سوف نضع تاني بين أيدي الطلبة مختلف طلبة الجزائريين تطبيق اللي هو تطبيق ماي باس حافلتي المحدث والمطور يتجاوب وتطلعات الطلبة، راح مش فقط يمكن الطالب المسجل على مستوى مدينة جامعية أنه يستفاد من هذه النقل خدمة النقل أو التعرف على شبكة النقل ومختلف الخطوط، وإنما سوف يكون لكل طالب أي كان مسجل في ولاية تمراس في مدينة جامعية تمراس وتنقل الجزائر العاصمة بإمكانه استعمال هذا التطبيق، لن يحتاج إلى حساب وكلمة مرور خاصة بالمدن الجامعية، وإنما راح تسمح لها بصفة عامة في تنقلاته من تسهيل واستعمال هذه الوسائل وسائل النقل. وحد هذا الشيء كله يصب في أولا الرفع من نسبة التكفل بالطلبة، التكفل الأحسن والأمثل، وكذلك تشجيع الحركية والتنقل للطلبة الجزائريين بين مختلف الولايات والمدن الجامعية لإطفاء الطابع الوطني حتى يتمكن للطلبة سواء طلبة الجنوب أو طلبة الشمال أو للتعرف والتقرب من مختلف الثقافات، خاصة أنه نحن في بلدنا قارة بلد شاسع لدينا ثقافات عديدة ومتعددة، راح من خلال هذا التطبيق نسهل للطلبة في حين تنقلهم بأي مدينة كان عملية الولوج إلى مختلف المعاهد والكليات والجامعات، وكذلك الاستفادة حتى من المرافق الجامعية الخدماتية. إذن هذا هو التصور والفلسفة الجديدة لقطاع التعليم العالي. نعود فقط إلى سيدي الكريم إلى النقطة التي يتم فيها اقتطاع من منحة الطالب، لا تفصل فيها بشكل أفضل إذا ما راحش نزيد نفصل أكثر لأنه فيه جانب تقني وسوف يفصح سيد الوزير عن جميع هذه الأمور التقنية الخاصة بهذه المنظومة اللي راح توضع حيز الخدمة في ندوة نصرحوا فيها كيف يتم التعرف على الطالب. أعطيناكم السبق وإن شاء الله تكونوا حاضرين ككل مرة في هذه الندوة، هذا كله يصب في خانة تكفل الأحسن للطلبة واستمرار ومواصلة مسار الرقمنة وعصرنة القطاع، خاصة وأنه السيد الرئيس أثنى كثيرا على المجهودات التي قام بها القطاع في خلال الرقمنة من خلال رقمنة مختلف الخدمات والتعاملات. أكيد في هذه النقطة سيدي الكريم الوزارة تستهدف الوصول إلى صفر ورق، هل هو إقصاء للورق أم رقمنة للجامعة، وما مدى أهمية هذه الخطوة في تخفيض الجهد والتكاليف؟ تستهدف احنا لم نستهدف وإنما بلغنا الهدف. أكيد. بلغنا الهدف وأصبحت جميع التعاملات رقمية من خلال التسجيلات سواء الأولية أو النهائية، اليوم هو واقع معاش بالجامعات الجزائرية. الرقمنة
وسياسة صفر ورق هي مجسدة على أرض الواقع، وتجسد ذلك من خلال عملية التسجيلات الأولية وكذلك التسجيلات النهائية والاستفادة من مختلف الخدمات الجامعية من إيواء النقل وحتى إطعام. اليوم رقمنا هي حقيقة يعيشها جميع منتسبي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من أساتذة طلبة وحتى الموظفين الإداريين والتقنيين، خاصة وأنه لم نقصي أي شريحة من الفئات المتدخلة التي كان لها تأطير مباشر أو غير مباشر في مختلف المنظومة، وإنما النظام البيئي أو المناخ البيئي الرقمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو نظام كامل متكامل اللي يستفاد منه جميع الفئات، واللي هم ثلاث فئات، فئة الأساتذة والباحثين، فئة الطلبة، وكذلك فئة الإداريين والموظفين التقنيين. اليوم عندنا بيئة رقمية والحمد لله، هذه البيئة الرقمية ترتكز على أمور تقنية اللي سمحت على سبيل المثال فيه اليوم جميع المؤسسات الجامعية مربوطة بالإنترنت بسرعة تدفق متوسطة هو 300 ميجا بايت بالثانية، بعدما كانت في نفس هذا الشهر للسنة الماضية كانت لا تتعدى 20 ميجا بايت بالمؤسسة الجامعية. اليوم هذا المتوسط أو نسبة التدفق ضعفناها وضربناها في 10 لتصبح متوسط، من نقول متوسط أنه في مؤسسات لمستوى التدفق أو نسبة تدفق الإنترنت بها تبلغ 500 ميجا بايت. إذن هذه سرعة التدفق تسمح لمختلف منتسبي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للاستفادة من مختلف الخدمات الرقمية اللي وفرها المناخ والفضاء الرقمي للوزارة. نعم. كسؤال آخر سيدي الكريم، ربما ما هي استراتيجية القطاع إلى غاية سنة 2029 وما هي أبرز محاورها إذا كان أمكن؟ بالفعل هذا ما لم يصبح سرا، وإنما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال ندوة اليوم كان فيه أسسنا لثقافة جديدة، حوار جديد، لأنه ولا مرة شهدنا أنه الجامعة الجزائرية تعمل بمخطط خماسي على مدى 5 سنوات. هذا نابع من الإرادة السياسية اللي تتوفر لدى السيد رئيس الجمهورية لجعل من الجامعة الجزائرية قاطرة للتنمية والإبداع، خاصة وأنه هذا في حد ذاته يعتبر التزاما من التزامات 54 للسيد الرئيس. الجامعة الجزائرية اليوم أصبحت لها كلمة تقولها في جميع المجالات. الجامعة الجزائرية اليوم تحولت من البعدين الذي كان لهما وهما كانت لها مهمتين أساسيتين وهما التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم أصبح فيه بعد آخر وهو البعد الاقتصادي من خلال سواء إنشاء المؤسسات الناشئة أو المؤسسات المصغرة. ولكن اليوم لأول مرة في الجامعة الجزائرية نشهد تواجد عدد كبير من ما يعرف بالفروع الاقتصادية، 117 فرع اقتصادي في مدة 8 أشهر، والذي يعتبرها السيد الرئيس هي مكاتب للاستشارة والخبرات. اليوم هذا بعد آخر للجامعة الجزائرية، خاصة إذا نعرف سيدتي الكريمة وأنت من خريجة الجامعة الجزائرية وجميع إطارات الدولة هم خريجي الجامعة، بها أساتذة وباحثين أكفاء لديهم صيت عالمي وكانوا في آخر التصنيف لأكثر العلماء تأثيرا من خلال البحوث العلمية، فيه 57 باحث وأستاذ جزائري في هذه القائمة، والقائمة لم يقم بإعدادها مخبر عربي أو إنما قامت بها مخبر تابع لجامعة ستانفورد الأمريكية، له مصداقية كبيرة في التصنيفات. لأول مرة نشهد تواجد 57 أستاذ جامعي مؤثر علميا وبحثيا في المنظومة العالمية. إذن هذه أصبحت نقاط قوة الجامعة الجزائرية، نستمد قوتنا أي قوة الجامعة الجزائرية من أساتذتنا وباحثينا والطاقة الرمادية الكامنة وهي الشباب، خاصة وأنه تعرف فينا سيدتي أنه التكوين البشرية لبلدنا الجزائر 75% هم شباب. إذن الجزائر الإرادة القيادة العليا للبلد على رأس السيد الرئيس يعولون كثيرا على الشباب لصنع الفارق. نعم. واليوم الجامعة الجزائرية أصبحت قاطرة فعلية لهذه التنمية، خاصة أنه اليوم نلمس أنه في حركية اقتصادية، الجامعة مش فقط ترافق وإنما الجامعة أصبحت تضع تحت تصرف متعامل اقتصاديين والاجتماعيين منتجات، أي هذه المنتجات البحثية والعلمية. نعم. مجرد كنماذج
باستطاعة المصنعين الإخوة المصنعين تصنيعها وتسويقها. نعم، اليوم يمكن القول أن الجامعة تحولت إلى قاطرة اقتصادية بامتياز. بالفعل. وفي هذه النقطة بالحديث على التصنيفات العالمية، هل الارتقاء في التصنيفات العالمية للجامعات أحد الأهداف هذه الاستراتيجية؟ بالفعل هدف، وإنما هدف بعدما كان في اليوم راه يتواجد 23 مؤسسة جامعية. نعم. في تصنيف عالمي اللي هو تصنيف تايمز هاير إدوكيشن، اللي كنا في سنة 2017 كان تواجد فيه جامعة واحدة. ولكن الشيء اللي ما يجهله الكثير من الإخوة المتتبعين أنه بالفعل أنه تواجدت 23 مؤسسة جامعية اللي مكنت الجزائر كدولة من احتلال المرتبة الأولى عربيا والثانية إفريقيا، ولكن فيه في نفس الوقت 86 مؤسسة جامعية أتمت ملء قاعدة أو بياناتها على هذه القاعدة حتى تصبح الجامعة الجزائرية مرئية أكثر وتساهم في إيجابية. هذه التصنيفات وهذه الاستراتيجية اللي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلقت تنافسية أولا على المستوى المحلي اللي راح تسمح من تنافس، خلق جو من تنافسي بين مؤسسات الجامعية، خاصة أنه اليوم أسسنا لتقليد جديد وهو خلال الندوة كرم السيد الوزير رؤساء الجامعات وكذلك الباحثين الأكثر تأثيرا في الحياة العلمية والبحثية العالمية، كرمهم السيد الوزير لأولا اعتراف بالمجهودات التي بذلتها هذه المؤسسات وكذلك الباحثين وكذلك بحث روح التنافس بين مختلف الباحثين والأساتذة وحتى المؤسسات الجامعية حتى نصبح مرئيين أكثر، حتى تكون لمؤسساتنا جاذبية أكثر. إذن هذه الأوتار التي سوف نعول عليها، خاصة اليوم التهجنا سياسة جديدة وهي مشروع أدرس بالجزائر ستادي نالجيريا اللي راح يكون يفتح بوابة الجزائر وبوابة الجامعات أو تكون نافذة لاستقطاب ما يعرف بطلبة الدوليين اللي تدخل ضمن إطار ما يعرف بالمصطلح الدبلوماسية العلمية، خاصة وأنه نعرف الجزائر كبلد لها تاريخها سواء إفريقيا اللي استقطب عديد من الإخوة أشقائنا وكذلك من القارة الإفريقية. الجزائر دائما كانت ولا تزال رمزا للصمود، رمزا للمقاومة، رمزا للتحدي، رمزا لرفع الرهانات. إذن طلبة الدوليين الأفارقة والعرب وحتى من جنسية أخرى يعتبرون أن دراسة بالجزائر فرصة من ذهب، خاصة وأنه الجزائر في تكوينها العلمي والبحثي متفتحة على جميع العلوم والمعارف وتمنح تعليما ذو جودة عالية. الهدف هذه سنة سيدتي الكريمة ومشروع السر، وهذا إنما هدف 2024 مواصلة وتعزيز وتتمين المكتسبات التي حققت في هذه السنة من رقمنا وتطوير أكثر لهذه المنظومة، لأنه تعلمين منظومة الرقمنا ومنظومة التكنولوجيا ما تتوقفش كل يوم فيه الجديد. إذن يجب تحديث ومعاصرة وعصرنة هذه. بالحديث عن العصرنة، هل هناك اتفاقيات توأمة ربما مع جامعات عالمية؟ بالفعل احنا في اطار سياسه انفتاح الجامعه على المحيط الخارجي سواء داخليا من خلال الانفتاح على المحيط الاجتماعي الاقتصادي وتقرب اكثر من المتعاملين الاقتصاديين وحتى من خلال عقد توأمات واتفاقيات، وهذا ما اكد عليه السيد الرئيس في اخر اجتماع لمجلس الوزراء حتى الجامعات او المؤسسات الجامعيه الى ابرام اتفاقيات توأمه مع كبريات الجامعات حتى يكون فيه احتكاك، حتى يكون فيه تبادل خبرات، تبادل العلوم وتبادل المهم والاهم والذي كان يهدف اليه السيد الرئيس وهو الحركيه في الاتجاهين من والى الجزائر لرفع من اولا نسبه التبادل، خاصه انه نشهد في حركيه كبيره ما بين الطلبة في الجهتين وحتى الأساتذة. هذا لا محالة راح يحسن من تصنيف ومرئية مؤسسة الجامعية وكذلك
ما عندناش شك انه راح يكون همزتها وصل هذه الاتفاقيات راح تكون همزتها وصل بين بلدينا الجزائر واي بلد يتم انضاء اتفاقيه معه، وكذلك جسر تواصل بين مختلف مؤسسات الجامعيه ونظيراتها في الخارج. كسؤال اخر ربما بلغات الارقام، هل ممكن معرفه عدد مذكرات التخرج التي ربما تحولت الى مشاريع مبتكره؟ بالفعل اليوم نحن جد فخورين اولا بالاعلان صباحه اليوم على العدد، لانه عمليه مناقشه مذكرات مشروع تخرج ضمن اطار القرار 1275 مشروع مذكره تخرج شهاده ناشئه براءه اختراع، اليوم مكنت هذه العمليه من حيازه الطلبه المتخرجين على ما يقارب 300 وسم مؤسسه ناشئه. هؤلاء 300 راح يضفوا اضافه لمحاله ايجابيه وقيمه على النسيج الاقتصادي. تمت مناقشة ضمن هذا الإطار ما يقارب 3500 مذكرة في إطار القرار 1275، 300 ما يقارب 300 تحصلوا على اللابل، والإخوة الآخرين فيه لجنة هي اللي تدرس، لجنة تمنح هذه الأوسمة، دونك العدد راح يزيد يرتفع. موازاة مع ذلك المشاريع التي لم تكن فيها اللمسة الابتكارية والإبداعية تحول مباشرة إلى مشاريع مؤسسات مصغرة، وعددها يفوق 750 مؤسسة مصغرة اللي راح جل طلبة يستفادوا من تكوين في دار تنمية وتطوير المقاولة على مستوى كل مؤسسة جامعية لاستفادة من التمويل الذي توفره الوكالة الوطنية لتنمية ودعم المقاولة. يجب الإشارة هنا أنا نعمل في تكامل تام مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في هذا المجال، والعلاقة التكاملية ظهرت جليا من خلال خلينا نقول أنه التجربة الأولى في سنتها الأولى كانت ناجحة جدا، أكثر من 300 وسم زائد أكثر من 750 مؤسسة مصغرة راح تنطلق فعليا في النشاط هذه السنة بعد الاستفادة من التكوين، والعملية سوف تستكمل إلى غاية 31 ديسمبر 2023 حتى يكون عندنا العدد النهائي والرسمي لمن المشاريع التي كانت تدخل ضمن إطار القرار 1275. ولكن الأرقام في سنتها الأولى أرقام إيجابية، مؤشرات إيجابية، نطمح ورفعنا سقف طموحنا عاليا، نستهدف لأن تكون لدى الجزائر من خريجي الجامعات أكثر من 5000 مؤسسة ناشئة اللي راح لا محالة يكونوا يساهموا في التنوع أولا وتطوير النسيج الاقتصادي، خاصة وأننا نعرفوا جل البلدان المتطورة لديها الكثير من المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة اللي راح تكون دعامة للصناعات الثقيلة. إذن اليوم الجامعة الجزائرية لها من إمكانيات ما يمكنها من أن تلعب هذا الدور وتدعم سواء النسيج الصناعي ولا اقتصادي بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالاستشارة والخبرة التي يوفرها الأساتذة عن طريق الفروع الاقتصادية أو مكاتب الاستشارات والخبرة كما يحدد السيد الرئيس تسميتها، و أيضا الإضافة العلمية القيمة من خلال تكوين الإطارات المنتجة، خاصة وأنه الكثير ربما تكون لها فكرة أنه الجامعة مش قطاع منتج، لا، الجامعة قطاع منتج صح، حقيقة ينتج شيء لا مادي، ولكن وهو الفكر وهو الإطار، ولكن الإطار هو المسؤول عن الإنتاج الشيء المادي. إذن الجامعة بها الطاقات اللي راح تفجر هذه الكفاءات والخبرات لتحويل جميع الأفكار الإبداعية إلى منتجات قابلة للتسويق وقابلة للتصنيع. الآن يمكن القول أن الجامعة أصبحت لديها أو وفرت كل الفرص للطالب والإمكانيات لإنشاء ربما مؤسسة، وليس الخروج بعد تخرج البحث عن العمل إلى آخره. أشاطرك الرأي لأنه الثقافة والذهنية اللي أصبحت عن طالب جزائري تغيرت كثيرا، لأنه أكيد. كان من باحث عن العمل أي كان يتوجه للقطاع الخدماتي، أصبح يتوجه إلى القطاع الإنتاجي أي أصبح خالقا للثروة. وأنا أشاطرك الرأي كثيرا
كثيرا، لانه هذه الذهنيه اللي هي اللي سمحت لنا باش يكون عندنا هذا العدد من 300 وسم و750 اكثر من 750 مؤسسه وفكره اللي راح تحول الى مؤسسه مصغره. ناهيك على انه فيه ترسانه قانونيه سمحت اليوم للطالب منذ سنته الاولى ان يكون طالبا ومقاولا في نفس الوقت. هذا الشيء لم يتاتى من قبل، لانه من المستحيلات كانت انه الطالب ينشئ مؤسسته سواء ناشئه او مصغره وهو يزاول دراسته، اي كانت مشروطه ومقرونه بشهاده جامعيه. اليوم اصبح الابداع لا يحتاج لشهاده جامعيه، وانما صفه الطالب صفه مهمه جدا، لانه كثير من الخبرات والتقنيات يجب صقلها في ما يعرف بمراكز تطوير المقاولات، والتي عمل الساده الوزيرين كثيرا على هذه النصوص اللي مهمه جدا لاعطاء دفعه قويه لهذا المشروع. وخاصة أنه اليوم سيدتي الكريمة إذا عرفتي بأن الجزائر في المؤشر الابتكار والذي العالمي احتلت مراكز متقدمة بأكثر، ربحنا أكثر من 150 مرتبة مقارنة بالسنة الماضية. هذا يعكس المجهودات المبذولة من طرف الدولة والاهتمام الخاص الذي توليه الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس لهذه الشريحة اللي هي شريحة الطلبة، اللي من شأنها أنها تنشئ هذه المؤسسات الناشئة لإعطاء الدفعة اللازمة مش الإقلاع، لأن تجاوزنا مرحلة الإقلاع، وإنما للرفع من الوتيرة الحركية التي تشهدها البلد في الجانب الاقتصادي. اليوم التكامل والانسجام بين السادة الوزيرين وكذلك بين القطاعين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصادي والمعرفة لهو خير دليل على مجهود الكبير الذي توليه وتبذله الدولة لهذا القطاع ولفائدة هذه الفئة. شكرا لك سيد عبد الجبار داودي على كل هذه التفاصيل. إذن بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج مع الحدث، إلى اللقاء.